السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الحلوين، وحلقة جديدة من نصائح. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت ربي جعلت الحزن سهلا. نبدأ على بركة الله ونأخذ النصيحة. أخذنا في الحلقة السابقة تنوين الفتحة على جزئين، اليوم إن شاء الله نأخذ تنوين الكسر وتنوين الضم في حلقة واحدة. أيوة في حلقة واحدة، لأن لا اختلاف فيهم. تنوين الكسر، الكلمة المنونة بنعيد للمرة أكثر من مرة، بنعيد تاني أهو. الكلمة المنونة هي الكلمة التي ليس بها ألف ولام، والكلمة ليست مثنى، والكلمة ليست فعل. تنوين الفتحة وتنوين الكسرة وتنوين الضمة. تنوين الفتحة يعني فتحتين على الحرف الأخير، تنوين الكسرة كسرتين على الحرف الأخير، تنوين الضمة ضمتين على الحرف الأخير. تنوين الفتحة فيه شوية شروط، أما تنوين الكسرة والضم ليس له شروط. تنوين الفتح احنا قلنا يزاد ألف مد، بزود ألف مد في نهاية ألف بدون همزة في نهاية كل كلمة منونة تنوينا بالفتح، منونة تنوينا بالفتح، شرطا ألا تكون الكلمة تنتهي بتاء مربوطة أو همزة قبلها ألف مد، ده الشرط. غير كده كله هيكون جاهز، كله يوضع بعديه ألف مد، يعني ألف بدون همزة. كتابا، باء باء، الباء مفتوحة، آسف الباء نهاية الكلمة ليست تاء مربوطة ولا همزة قبلها ألف مد، ده باء قبلها ألف، لازم تكون همزة قبلها ألف مد. يبقى كتابا دي تكتب فيها مد إيه؟ بالألف. هناخد جملة إيه؟ أو ناخد بعض الكلمات بس ناخد إيه؟ عنوان الدرس لهم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنوين الكسر والضم. والضم تنوين الكسر والضم. تمام، ذكرنا فيما سبق تنوين الفتحة يعني فتحتين اتنين، تنوين الكسرة كسرتين، تنوين الضمة ضمتين، وتنوين الفتحة تكتب اهو، تكتب، اكتب ورايا يا ريت المعلومة دي، ألف اعملها كده ما بين قوسين، بدون همزة نكتب كلمة ألف عشان ما حدش يعرف يقول إيه هو إيه ده، واحد ده ولا إيه. ألف بدون ألف عشان ما تقولش عليها ألف، بدون همزة، بدون
بدون همزة، مكتب ألف بدون همزة في نهاية كل كل كلمة في نهاية كل كلمة لم تنتهي لم تنتهي ب تاء مربوطة، تاء مربوطة وليست هاء، تاء مربوطة أو همزة قبلها ألف مد، أو همزة قبلها ألف إيه؟ مد. هذه القاعدة تنطبق، هذه القاعدة تنطبق تنطبق على تنوين الفتحة فقط. وطبعاً أخذنا أمثلة كثيرة في الحلقتين السابقتين على الإيه؟ على هذه القاعدة. اليوم إن شاء الله هنشرح تنوين الكسر والضم. تنوين الكسر والضم مسالمين، كيف؟ إحنا قلنا تنوين الفتح له قاعدة بتطبق، أي كلمة تنتهي بتاء مربوطة ما حطش بعدها ألف، اي كلمه تنتهي بهمزه قبلها الف مد ما احطش بعدها الف، غير كده بحط الف. يبقى تكتب الف بدون همزه في نهايه كل كلمه لم تنتهي بتاء مربوطه او همزه يبقى الكلمه التي تنتهي بتاء مربوطه او همزه قبلها الف مد في تنوين الفتح لا يجوز وضع الالف، غير كده يجوز وضع الالف. طب تنوين الكسر ما فيش الف خالص، ولا ياء ولا ياء ولا واو ولا واو، مفيش حاجه خالص، الكلمه تظل كما هي، تظل الكلمة كما الكلمة كما هي كما هي، تظل كما هي، ايوه كما هي زي ما هي. زي استاذ احنا قلنا خد بالك بقى، ركز بس معايا، كتاب 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 دي كلمة بها ألف ولام؟ لا يا أستاذ. كلمة فيها كلمة مثنى؟ لا يا أستاذ. كلمة فعل؟ لا يا أستاذ. إذن هي اسم ليس به ألف ولام وليس مثنى، تمام. هل يجوز
التنوين يجوز ولا يجوز، يعني في كلمات يجوز فيها التنوين وينطبق على كل الشروط، وكلمات ينطبق على نفس الشروط ولا يجوز لها التنوين. هنتكلم بعد كده إن شاء الله في الكلمات العربية والأعجمية وما معنى كلمة أعجمية. كتاب، أنا عايز أعمل تنوين بالفتحة عليها وتنوين بالكسرة وتنوين بالضم. أنا أخذ كتاب وإيه؟ وإيه؟ حديقة أو مدرسة أو جميلة. هنا جميلة، جميل، ركز، جميلة اللام إذا انتهت الكلمة بتاء مربوطة أو بهاء، إذا انتهت الكلمة بتاء مربوطة أو بهاء قبلها لام، اللام تنزل على السطر عادي كده. جميلة دي كتابه ولا جميلة؟ تمام. وهنا كلمة أخرى مش عارف الكاميرا هجيبها ولا إيه؟ آه هجيبها إن شاء الله. كلمة جزء، أو هنا نقول إيه؟ جزء، أو جزاء. جزاء، وهنعمل لده تنوين فتحة وتنوين كسرة وتنوين ضم وهكذا، تنوين فتحة وتنوين كسرة وتنوين ضم. ركز، كتاب عندما تنون هذه الكلمة بالفتحة، نركز بقى هنا، نعمل كده خط أخضر كده، أدي الفتحة، أدي الكسرة، أدي الضمة، وهنا كذلك فتحة، فتحة، كسرة، ضمة. بس عشان نقسم كتاب هعملها تنوين بالفتحة، كتاب، ركز، هو بيقول لي اصلا ايه؟ كتابا، بن، انتهت الكلمه بنون ساكنه، ممكن تكون النون من اصل الكلمه وممكن ما تكونش من اصل الكلمه. كتابا، بحذف هذه النون نطقا، بحذفها في النطق واعمل ايه؟ بحذف النون واعمل ايه؟ وسكن الحرف الذي قبل النون. انا قلت كتاب باب، كتاب باب، بعد الباء نطقت النون، هحذف النون خالص من دماغي خالص واحط سكون على الايه؟ على الباء. كتاب، هي كتابا، هي كتاب، هي كتاب، بن، هي كتاب، كتابا هي ايه؟ كتاب، كتابا هي ايه؟ كتاب. ده في كلمه كمان، بن، بن، بنن، بنن، ايوه بنن، نن. شفت هنا عند بقى كلمه اخرها اصلا نون ايه بقى ومنونه، بن، بن، بنن. طب احذف ايه؟ بنن، نن، 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 اتنين نون يبقى بن واحده بس. طيب هما يعني ايه يا استاذ؟ يعني كتابا اصلها ايه؟ كتاب، يبقى ما فيش نون تنون. طب لو هنون بالفتحه يبقى الفتحتين الاثنين على الباء ولا الالف المد. جميلة، جميلة، هعملها جميلة. اه يا استاذ زي ما هي يا استاذ. ليه زي ما هي؟ لان الكلمه انتهت بتاء مربوطه، يبقى لما اجي انونها جميلة. طب يا استاذ انا ممكن اعرف انون لما اشوف. طيب انا عايز اكتب، اكتب املاء وتبقى صحيحه، هعمل ايه يا استاذ؟ ركز معايا، عشان تكتب املاء صحيحه بقول لك جميله اخرها نون،
وقبل النون ايه؟ حرف التاء. جميلة تاء 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 جميلة، والتاء تقلب الى هاء جميلة. ما اتغيرتش الكلمة، لم يتغير شكلها. جميلة هي جميلة، كبيرة هي كبيرة، صغيرة هي صغيرة، ماشي؟ فتاة هي فتاة، والتاء تقلب الهاء فتاة، فتاة صغيرة، جميلة، حسناء، بيضاء، صفراء، شقراء، أصلها شقراء، صفراء، أصلها صفراء. رجع الكلمة، رجع الكلمة لأصلها. كتاب، أصلها إيه؟ كتاب. جميلة، أصلها إيه؟ طالما أخيرها نون، رجعها لأصلها كده. جميلة يعني إيه؟ يعني جميلة، يبقى مفيش نون، في تنوين فقط. طيب تنوين الكسرة بقى هنا. طب قال لي تنوين الفتحة توضع إيه؟ فتحتين. ليه ما حطيتش ألف يا أستاذ؟ لأن الكلمة انتهت بتاء مربوطة. تمام، هاخد تنوين كسرة. تنوين الكسرة بقى يا أستاذ لسه اللي احنا هنشرحه دي. أيوة، ايه يا أستاذ؟ في إضافات؟ لا خالص؟ لا مفيش إضافات. مفيش إضافات خالص؟ لا مفيش إضافات خالص. هي كتاب كسرتين. طب تنوين الضمة؟ كتاب. ما تكتبليش بقى كتاب، تروح تكتب بقى كتاب وتمد بالواو وتحط نون كمان. لا طبعا، ده اسمها كتابون. انا بقول كتاب، اخرها ايه؟ كتاب. طيب هنا هعمل ايه؟ نفس الكلام، جميلة وهنا نفس الكلام تنون بالضم. جميلة، ها؟ لا مش تن، تن. هنا كلمة جزء، الكلمة انتهت بهمزة يا أستاذ يبقى بعدها ألف. خطأ، احنا قلنا القاعدة بتقول ايه؟ همزة لابد أن يكون قبلها ألف مد، لازم يكون قبلها ألف مد. هي دي قبلها ألف مد؟ لا. يبقى كلمة جزء، ركز، جزء مش الكلمة أصلا؟ عايز أخليها تنوين بالفتحة، أقول ايه؟ جزء أن، جزءا. احط فين؟ احط الف. طب والتنوين على الهمزه وليس على الف المد. جزءا، يبقى لما يجي يقول لي اكتب لي كلمه جزءا، ما اكتبش الف ونون، لان لو كتبت الف ونون بقت اسمها جزءان. جزءان يعني اتنين اجزاء، جزء وجزء. انما قال لي جزءا واحدا، قال لي جزءا واحدا. ده حتى ساعات يقول ايه؟ جزءا واحدا، اروح كده كاتب ايه؟ ألف ونون. يا راجل ده بقولك جزءا، يعني أصلها كلمة جزء. يبقى أي كلمة تنتهي بنون ساكنة، شوف الكلمة الأول فيها ألف ولام، يبقى النون من أصل الكلمة. مثنى، يبقى النون من أصل الكلمة. فعل، يبقى النون من أصل الكلمة. ماشي؟ تمام؟ تمام. نيجي للنقطة التانية، ما فيهاش الكلام ده كله. هرجع الكلمة لأصلها. جزءًا، أصلها إيه؟ يعني إيه أصل جزءًا؟ جزءًا، جزء، جزء. ولدًا، أصلها إيه؟
ولد. صح نفس الكلام، رجع الكلمة لأصلها يبقى مفيش نون. طب مش هعرف ارجعها لأصلها، احذف النون من النطق وسكن الحرف اللي انت نطقته قبل النون. ولد ده بعد الدال نطقت النون، يبقى سكن الدال واحذف النون، ولد. طب جزءا هنا حطيت ألف ليه؟ لأن هنا همزة مفيش قبلها ألف مد. طب لما تيجي هنا بقى، شوف بقى هنا همزة قبلها ألف مد، دي اسمها ايه؟ جزاء. اهي جزاء ان، تنوين بس، جزاء جزء ان، تمام. جزاء، شفت تنوين الفتحه هنا ما تغيرش، حطينا فتحتين بس. هنا حطينا فتحه ليه؟ لان دي همزه قبلها حرف مش الف مد. طب لو قبلها ياء برضه مش حد ايا كان، لازم تكون همزه قبلها الف مد. طيب تنوين الكسره ما بيتغيرش بقى في الحرف خالص، ما فيش هنا الالف خالص، انا برجع لاصل الكلمه. اصل الكلمه جزء، يبقى جزء اهي، ناخدها بالاسود هنا عشان اللي تحت يبقى بالازرق. جزء ان، جزاء ان، اسف جزاء ان، ركز. الكلمة التي تنون بالفتحة تنون ايضا بالكسرة وتنون ايضا بالضم. جزء ان، جزاء، كده انتهينا من تنوين الكسر والضم والفتح. ناخد املاء بقى عليهم كده سريعا كده ونقول ايه. اكتب معايا بقى كده، املأها اهي بقى. رأيت وردة في حديقتي البيت متفتحة. تاني، رأيت وردة في حديقة البيت متفتحة. نكتفي بهذا القدر. استفسار التواصل 010-211-69941 أو من خارج البلاد بلس 210-211-69941 أو زائد 210-211-69941 أو القناة الأخرى. نترككم في رعاية الأمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبكم في الله. على المشاهدة، إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.